ماذا يحدث؟ ما هي خطة الخداع الاستراتيجية التي تحاول جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي تصديرها لنا عبر كلام عن أنصار القدس، عبر كلام عن قبله عن الجيش الإسلامي، عبر كلام عن ألوية المقاومة، عبر كلام عن جهادية مش عارف في سيناء، وكل ذلك تدعمه حركة حماس، تمده بالسلاح، تمده بالأموال. كل ذلك أقام لهم محمد مرسي معسكرات في سيناء. اليوم في هذه الحلقة سنتحدث عن هذا التنظيم، هل له وجود أم لا؟ لماذا توقفت أعماله من 25 يوليو؟ لماذا بدأ أصلا في 25 يوليو 2012 ثم توقفت أعماله؟ هل هو بالفعل مسؤول عن المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم؟ هل هو فعلا مسؤول عن محاولة اغتيال العقيد محمد مبروك؟ ما هي السلبيات الموجودة داخل جهاز الأمن المصري التي تعيقه عن المواجهة الحقيقية للإرهاب الآن؟ ما الذي يجب فعله لكي نواجه مواجهة حقيقية؟ هل يستطيع الجيش بمفرده مواجهة الإرهاب في سيناء؟ ما هي طبيعة هذه الموجة الإرهابية التي نتصدى لها؟ سنتحدث بوضوح وبصراحة في هذه الحلقة. هل يستطيع الأمن المصري بحالته الراهنة وجهاز الأمن الوطني بحالته الراهنة تحقيق انتصار حاسم على الإرهاب كما حققه من قبل في 2005 و2006 وكما حققه من قبل في عام 97 عندما أعلنت جماعة الإسلامية وجماعة الجهاد إلقاء السلاح ووقف العنف لأنها تواجه دولة قوية ذات جهاز أمن قوي وشرطة قوية كما قالوا في سلسلة تصحيح المفاهيم؟ هل نحن بصدد خطط يجب أن تتغير واستراتيجيات يجب أن تتغير لكي نواجه هذه الموجة وهذا التحالف الجديد من نوعه التي تتداخل فيه أجهزة استخبارات عربية وإقليمية ودولية مع جماعات دولية زي الإخوان المسلمين، مع جماعات إرهابية مرتبطة بها تحاكي تنظيم القاعدة زي الجيش الإسلامي بقيادة ممتاز دغمش المنتمي لحركة حماس واللي حركة حماس بتدعمه؟ كل ذلك سنطرحه